وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف السيد سعود حسن، وكيل نيابة في نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال. أهلا بك سيد سعود في نشرة الثامنة. كما تابعنا قبل قليل فقد افتتح اليوم البرنامج التدريبي الذي يعنى بالإجراءات القانونية حول الجرائم المالية. هل لك أن تحدثنا عن هذا البرنامج وما هي أبرز أهدافه؟ بداية أمسي عليكم بالخير وعلى السادة المشاهدين كذلك، وأود أن أتوجه لتلفزيون البحرين بالشكر على تغطيتكم وعكس جهود المؤسسات في الدولة. وأما بشأن البرنامج التدريبي فقد تم افتتاحه اليوم تحت رعاية سعادة النائب العام الدكتور علي بن فاضل البعيني تحت عنوان الضبطية القضائية في الجرائم المالية بين أحكام القانون والتطبيق العملي. وتمتد فعاليات البرنامج لمدة عام لتنتهي في غضون العام 2024 إن شاء الله. ويأتي هذا البرنامج بمشاركة عدد من السادة القضاة والجهات والأجهزة المعنية بتطبيق وإنفاذ القانون في مملكة البحرين، وهم من المركز الوطني للتحريات المالية والإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني وشؤون الجمارك والجهاز الوطني للإيرادات وديوان الرقابة المالية والإدارية، مقدرين لهم حرصهم على المشاركة وإثراء هذا البرنامج، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية وقدرات مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم المالية على غرار جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال والتهرب الضريبي والجمركي وجمع الأدلة بصدد تلك الجرائم وبيان تطبيق إجراءات الإثبات وحفظ الدليل ومناقشة ودراسة أبرز التحديات والإشكاليات القانونية عند مباشرة الدعاوى الجنائية وصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة. نعم السيد سعود حسن وكيل نيابة في نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، شكراً جزيلاً لك.